السلام عليكم، شلونكم؟ يا رب الكل بخير. التحويل بين الكسور الاعتيادية والكسور العشرية. يقول يستعمل كمال مثقاب لعمل ثقب في الحائط قطره 4×5 من السنتيمتر. هل يستطيع ثقب المسمار الحلزوني قطره 0.7 سنتيمتر؟ يعني يقول الثقب مال الحائط 4×5 سنتيمتر، البسمار اللي يريد يخليه بالثقب القطر مالته 0.7. يقول يستطيع، شلون نعرف؟ طبعا هنا انا عندي هنا كسور عشريه وهنا كسور اعتياديه، فلازم احول واحد من عندهم حتى اعرف انه هو يقدر لو ما يقدر. فالافضل انه انا احول الأفضل إنه أنا أحول الكسر الاعتيادي إلى كسر عشري، لأن إذا حولت الكسر العشري إلى كسر اعتيادي لازم بعدين أوحد المقامات، يلا أقدر أقارن بيناتهم. فراح أحول، فراح تشوفون شلون إنه أنا راح أجي هنا أحول الكسر الاعتيادي إلى كسر عشري. شلون راح أحول كسر اعتيادي إلى كسر عشري؟ لاحظوا يا تلاميذ، عندي 4×5، حتى أحولها راح أكافئ الكسر، وتعرفون يعني شنو الكسور المتكافئة أخذناها. شلون انا انه اكافئ الكسر؟ اختار اي رقم اضربه بالبسط والمقام. زين، هنا انا من اكافئ الكسر شرط انه انا اذا اكافئ الكسر لازم المقام مالتي يكون يا اما 10 يا اما 100. فانا راح اجي على المقام اقول الخمسه اضربها بيا عدد تعطيني 10، اذا ماكو راح اقول الخمسه اضربها بيا عدد تعطيني 100. فخمسه في ايش قد تعطيني 10؟ راح اضرب خمسه في 2، اضرب بسط ومقام في 2. فراح اجي نضرب بسط ومقام في 2، راح يطلع عندي كسر جديد اللي هو 8×10. ب8×10 ما طول صار عندي المقام 10، اقدر هسه احوله الى كسر عشري. قبل هاني ما اقدر احوله الى كسر عشري، لكن هسه اقدر احوله الى كسر عشري لان صار المقام 10 او انه يكون 100. زين، شلون راح احوله الى كسر عشري؟ مثل ما تعرفون ما عندي عدد صحيح، فراح اكتب 0.8. هنا اذا الكسر الاعتيادي 4×5 يساوي 0.8، زين، اذا 0.8 اكبر، يعني الثقب راح يكون اكبر، اذا المسمار راح يقدر يدخل بالثقب. لذا يتسع الثقب المسمار الحلزوني. هذا فيما يخص تحويل الكسر الاعتيادي الى كسر عشري. اما اذا انا اريد احول، طبعا هنا عندي قاعده استنتج لتحويل الكسر الاعتيادي الى كسر عشري، اكتب الكسر الاعتيادي مكافئا كافئناه بكسر مقامه يكون 10 او 100. زين، اذا انا اريد احول الكسر الاعتيادي الكسر العشري الى كسر اعتيادي، طبعا تحويل الكسر العشري الى كسر اعتيادي طريقه كلش سهله وبسيطه. راح اجي اني عندي 0.7، راح اكتب تساوي هنا الصفر يعني العدد الصحيح، اذا انا ما عندي عدد صحيح راح اخلي خط الكسر وراح اكتب 7×10، لان احنا قلنا ورا الفارقه هاي الخانه نسميها عشرات، اذا 7×10. هذا هو تحويل الكسر العشري الى كسر اعتيادي. زين، اذا اريد اخذ امثله اخرى بصوره سريعه، جد الكسر مكافئا للكسر 7×5 ومقامه يكون 10. هنا هو طالب من عندي لانه لازم اسوي المقام يكون 10. راح اجيب الكسر 7×5 نفس الحاله، راح اضرب فيه شقد حتى يكون عندي 10؟ راح اضرب فيه 2 بسط ومقام، اضرب البسط والمقام في 2 حتى يعطيني كسر متكافئ. الكسر المتكافئ يكون مقامه 10، راح يطلع عندي 14×10. زين، راح يساوي عندي 0.14. هناكو نقطه كلش مهمه، ما اعرف اذا ست سهيله ركزت عليها او ما ركزت، انه هنا عندي ورا الفارزه صار مرتبتين والمقام 10، اذا ما اعطون المقام 10 اذا ما يصير ورا الفارزه تكون مرتبتين، لازم ورا الفارزه مرتبه اخرى. شو راح اسوي بهاي الحاله؟ ارجع الفارزه خطوه الى الوراء وراح يكون عندي الكسر الكسر العشري بهالطريقه، يصير 0.1.4. اتمنى انه هاي وضحت لكم انه انا اذا كان عندي المقام 10 ما يصير اخلي ورا الفارزه مرتبتين، لازم
مرتبه واحده اذا اقدم وراح منعدهن قدام الفارسه. اما اذا كان 100 لازم ورا الفارسه مرتبتين، اذا صار 3 نفس الطريقه اسويها. خلينا ناخذ مثال اخر، جد الكسر مكافئ للكسر 9 على 25 ومقامه 100. زين، يا عدد اضربه بال 25 يعطيني 100. اكيد كلكم تعرفون الاربعه، اربعه راح اضرب بس مقام في اربعه، اضرب بس مقام في اربعه راح يكون عندي 9 في 4 يساوي عندي 36 على 100. 36 على 100 إذا أجي أكتبها بصورة كسر 20 راح تكون بهالطريقة 0.36. لو عندي عدد صحيح هنا أنا راح أكتبها قدام الصفر، ما طول ما عندي عدد صحيح راح أخلي صفر 36 0.36. هذا كل ما يخص موضوع التحويل بين الكسور. هسه نجي على حل التدريبات ونكمل. طبعا أنا أعرف إن أنتم حليتوا بعض التدريبات، راح نرجع نعيدهم من جديد. نحل التدريبات، راح أختار تلاميذ ويبدون يحلون ويانا. اما التلميذ اللي عنده سؤال خليه يكتب بالشات وانا راح اقرا السؤال مالته ونوضحه له، وانا شفتكم انه انتم قلتوا درس السؤال ان الموضوع سهل وما بي اي شيء صعب، فراح نبدا قبل نحل. اوكي، انا اري اكو تلاميذ ما يرفعون ايديهم، اتمنى انه الكل يشارك. زين، عندي عباس ماهر، يلا عباس. ها عباس، استخدم النماذج المربعات الأعشار والمئات لتحويل كل كسر اعتيادي إلى كسر عشر. طبعا أنا ما شرحت لكم بالنماذج، أنا شرحت لكم قبل رياضيا، فأنا أريد من عندكم هنا الحل هم رياضيا، بما أنه سستو هيلة وضحت لكم بالنماذج. أوكي عباس، أنا فتحت لك الصوت، راح أرجع النوب أفتح لك الصوت. عباس ماهر يلا حبيبي افتح الصوت من يمك واحكي. نعم استاذ. يلا عباس حبيبي، اول واحد حول لي له كسر 10، ايش قد راح يصير؟ 0.7. في بالبطن 0.7، ما طول المقام مالته 10، اذا قبل اقدر احاول 0.7. شكرا لك حبيبي. زين، دانيا ثامر. نعم استاذ. يلا دانيا، رقم 2، 2 على 5 شلون احاول له كسر 20؟ نضرب البسط والمقام باثنين. عافية بالبطلة، راح أجي أكتب 2 على 5 وأضرب البسط والمقام في 2 حتى يكون عندي المقام 10. ضربت البسط والمقام طلع عندي شقد؟ 4 على 10. شلون راح يكون كسر 10؟ شلون راح يكون كسر 20؟ 0.4. عافية بالبطلة، شكرا لك حبيبي. 0.4، شكرا لك يا بطلة. زين، يلا حسن حيدر. نعم استاذ. يلا حبيبي حسن، رقم 3، 11 على 5 ايش راح نسوي لها؟ استاذ اول شيء لازم نخلي المقام 10. عافية بالبطل، شلون اخلي المقام 10؟ اضرب بالعدد اللي يساوي 10 اللي هو 5 في 2. عافية بالبطل، اضرب بس ومقام في 2، ضربت بس ومقام في 2، قد راح يطلع عندي الناتج؟ هنا الخمسة في 2 10، 11 في 2 22. راح يطلع عندي 22 على 10. شلون احاول اكسر 20؟ صفر 2.2. عافية بالبطل، 2.2، ليش 2.2؟ لان قلنا ما طول عندي المقام 10 لازم. عافية أحسنت يا بطل، شكرا لك حبيبي حسن. أوكي، حيدر، يلا حيدر، يلا حبيبي حيدر. أستاذ. ها حيدر، يلا رقم 4، ايش راح تسوي لها حيدر؟ ما اعرف مشكلة من يم حيدر. يلا يا علي، علي السعد. نعم.
يلا علاوة حبيبي، رقم أربعة شو راح أسوي لها؟ راح أضربها في خمسة. علي ايش أضربها في خمسة؟ بالعشرين وبالسبعة وعشرين. أوكي، من ضربت في خمسة ايش قد راح يطلع عندي الكسور؟ ها حبيبي؟ حتى نسوي المقام مية. عافية بالبطل، حتى يصير عندنا المقام مية ايش قد راح يطلع عندي يساوي؟ قد على ايش قد؟ يا علاوي 135 على 100. عافية بالبطل، 135 على 100، شلون احولها كسر عشري يا بطل؟ الواحد و35 1.35 او 1.35 من 100. شكرا لك حبيبي علاوي، شكرا لهذا التوضيح. تلاميذ شوفوا هنا أنا ما طلع عندي على 100، إذا ورا الفارزة لازم مرتبتين، ما يصير أخلي ثلاث مراتب ورا الفارزة، فعبرت الواحد قدام الفارزة. أتمنى إنه الدرس واضح لكم، راح يطلع 0.1.35. زين، أريد بعد تلاميذ يحلونا، راح أرجع لحيدر. يلا حبيبي حيدر. استاذ ها حيدر، رقم خمسة؟ رقم خمسة، اي حول اكتب لي اياه كسر، اريده كسر اعتيادي، هو كسر عشري، اكتب لي اياه كسر اعتيادي، ايش قد على ايش قد؟ ها يا بطل شو تقول؟ على عشرة قد؟ تسعة على مية. تسعة لو تسعين؟ تسعة لو تسعين؟ إيه أستاذ. ها حبيبي؟ تسعين. تسعين على مية، عافية بالبطل، تسعين على مية. تسعين على مية، شكرا لك حبيبي. يلا منة الله. مرحبا أستاذ. مرحبا حبيبتي، يلا رقم ستة، قد على ايش قد؟ أربعين على مية. أربعين على مية، عافية بالبطلة، أربعين على مية، شكرا لك حبيبي. شكرا أستاذ. أهلا وسهلا، يلا يا رقية غسان. نعم أستاذ. يلا رقية، رقم سبعة. رقم سبعة. نعم. يلا قمر، شو تقولين؟ رقم سبعة. 30 على 100. عافية بالبطلة، 30 على 100، شكرا لك حبيبتي قمر. زين. عدي حسن. يلا حسن، حسن يو 9 اس. العفو واي. ها حسن. أمير فياض. نعم أستاذ. يلا أمير، رقم 8 ايش قد على ايش قد؟ 6 على 100، 60 على 100. 60 على 100، عافية بالبطل، شكرا لك حبيبي. تلاميذ، أتمنى اللي يفتح له الصوت بسرعة يجاوب. انسوا لازم تكونين ويانا بالدرس، يلا ياسر. نعم أستاذ. رقم 9 ايش قد حبيبي؟ أستاذ ها يا بطل. أستاذ واحد على ستة لو ايش قد؟ أنت قول لي، أنا ما أعرف، أنت شو تقول؟ واحد على ستة لو ايش قد؟ يلا ياسر أنت بطل. الستة وين أكتبها؟ الستة شنو هنا أنا؟ ها يا بطل. أستاذ ستة على واحد. ستة على واحد؟ ها ياسر، الستة قبل الفارزة شو تكون؟ عدد صحيح. عافية بالبطل، الستة تنكتب عدد صحيح، ماكو شنو ستة على واحد؟ ستة عدد صحيح، وواحد على ايش قد؟
يا بطل. أستاذ واحد على عشرة. عافية، واحد على عشرة. شكرا لك حبيبي ياسر، شكرا لك. يلا يا حسين. يا عفو أستاذ. أهلا أستاذ. أهلا أستاذ. أهلا حبيبي. يلا رقم عشرة. سبعة صحيح، تسعة على عشرة. عافية بالبطل. سبعة صحيح وتسعة على عشرة. أنت يا بطل، شكرا لك حبيبي. عفوا أستاذ. محمد حيدر. يلا حمودي البطل، وينك حمودي؟ يلا محمد. يلا محمد افتح الصوت حبيبي وجاوب. نعم استاذ. يلا حمودي شو تقول؟ رقم 11. أربعة على ثلاثة. أربعة على ثلاثة حمودي، أنت ويانا موجود. هسه قبلك حلوا زملائك الثلاثة، شنو هنا؟ وين أكتب هالثلاثة؟ ثلاثة عدد صحيح. عافية بالبطل، ثلاثة عدد صحيح. زين، الأربعة وين أكتبها؟ ها يا بطل. اكتبها. هذا أستاذ. ليش حمودي؟ ليش مو مركز؟ ليش حبيبي؟ قبلك زملائك مو يحلون؟ الأربعة وين أكتبها؟ أربعة على شقد؟ ها حمودي؟ لحظة أستاذ. اوكي ركز ويانا حمودي، راح ارجع لك بعدين حبيبي. أربعة على عشرة انت جاوبت، ثلاثة عدد صحيح وأربعة على عشرة. شكرا لك حمودي. زين بعد عندنا حسين وليد. يلا حسين وليد. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام حبيبي. يلا رقم 12 حل إياها. سبعة عدد صحيح وستة على عشرة. عافية بالبطل. سبعة عدد صحيح، اللي قبل فاردين كتب عدد صحيح، واللي ورا الفاردين كتب على، إذا مرتبة واحدة فتكون على عشرة، وإذا مرتبتين فتكون على مية. شكرا لك حبيبي حسين. مع السلامة أستاذ. مع السلامة. زين عبر عن الجزء الملون بصورة كسر اعتيادي وكسر عشري. يلا يا أبطال يوم الكل تقوم، إذا أكو تلميذ مشارك نهائيا خلي يكتب بالشات حتى حسين محمد. يلا حسين محمد. يلا حسوني. نعم استاذ. حبيبي حسين شو تقول؟ رقم واحد اريدك تكتب لي كسر اعتيادي وكسر عشري، ايش قد على ايش قد؟ لحظه استاذ. يلا حبيبي. خمسة عدد صحيح. خمسة عدد صحيح، وين عندي أنا عدد صحيح؟ هو بس شكل واحد، الخمسة تكون عدد صحيح لو شو تكون الخمسة؟ حسين حبيبي. لا فوق 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 استاذ فوق. خمسة على شقد؟ خمسة على عشرة. عافية بالبطل، زين حول إياها كسر عشري. حبيبي. لحظة استاذ.
صفر بوينت ايش قد؟ 11 استاذ. 11؟ ليش 11 حبيبي؟ لا ما طول المقام 10، اذا صفر بوينت ايش قد؟ صفر بوينت 5. عفية بالبطل، صفر بوينت 5. شكرا لك حبيبي، شكرا لك. العفو استاذ. اهلا حبيبي. زين ها عباس. استاذ 68 على 100. 58 مو 68، 58 على 100. اوكي 58 على 100. شلون اكتبها بصورة كسر 20؟ ها عباس شو تقول؟ 5 على 10. 10 صفر بوينت ايش قد؟ ها يا بطل صفر بوينت 10. 0.58 حبيبي انت مو ويانا بالدرس عباس. 0.58 انت قلت 58 على 100 ما طول 58 على 100 اذا 0.58. ركز حبيبي عباس ويانا اريدك افضل بعد. زين رقم 15 يا بطل يحل رقم 15. يلا حيدر شبل. يلا شبل شبل طيف. نعم استاذ. يلا شبل رقم 15 ايش قد على ايش قد؟ هسه راح يا استاذ عندي ورقه. البدايه قول لي عندي عدد صحيح؟ لا. شلون لا؟ اوكي حبيبي ها اوكي احسب بيها راح ارجع لك بعدين راح اشوف تلميذ اخر عندي حسن حيدر. نعم استاذ. يلا حسين ايش قد الجواب؟ نقطة 15؟ اي 2 عدد صحيح. عفية بالبطل انا عندي هنا جزئين ملونات كلهن فاذا عندي انا 2 عدد صحيح. عفية بالبطل. اي وش قد على ايش قد؟ استنى استاذ خل احسبها بس خل احسبها من يم الواقع وقلم. يلا حبيبي يلا احسبهم بس حاول بسرعه. أربعة وستين على مية. عافية بالبطل. زين جيب لي يا عشر ايش قد؟ هو نفسه حول لي 10. شلون احول 10 ايش قد على قد يصير؟ 2 عافية بالبطل. 2 عدد صحيح. 64 2 عدد صحيح. بوينت 64. انت يا بطل احسنت يا بطل. بوينت 64 عافية بالبطل. واضحة تلاميذ؟ ما بها اي شيء صعب؟ نعم استاذ. اوكي شكرا لك. انا هسه راح اعطيكم فكره بسيطه عن الموضوع الثاني اللي هو الهندسه. قبل ما نبدا نحكي بالهندسه اذا احد من التلاميذ عنده شيء خليه يتفضل. محمد حيدر. اوكي محمد حيدر هسه ان شاء الله الموضوع الثاني قومك. اكو حد عنده شيء تلاميذ؟ اوكي تلاميذ خلينا نحكي الموضوع الثاني اللي هو الهندسه. شو اقصد اني بالهندسه؟ زين احنا اليوم ان شاء الله راح تشوفون اذا تلاحظون عندي هنا طائرتين. طائرة وحدة باتجاه عكس الاتجاه مع الثانية. مكونات هاي الخطوط
هاي الخطوط شو تشكل؟ نقطة شنو؟ الهندسة والأشكال الهندسية. أول شيء قبل ما ندخل بالهندسة إن شاء الله اليوم راح أعطيكم فكرة وراح أعطيكم موضوع الهندسة وأقول لكم عن الزوايا. أريد من عندكم بالدرس الجاي كل واحد يحضر يمه أدوات الهندسة اللي هي المسطرة، فرجال، المنقلة، كلهن تحضروهن يمكم حتى نستخدمهن موضوع الهندسة. أول شيء راح نأخذه بالهندسة هو الزوايا. شو أقصد أنا بالزوايا؟ إذا نرجع للشكل هذا راح تلاحظون هذا بهاي النقاط مكونة زوايا. كل واحد من عندكم بالبيت مالتهم إذا يفتر راح يشوف هواية زوايا موجودة عندهم بالبيت. هواية زوايا موجودة عنده بالبيت، يعني كل شلون تتكون الزاوية. هسه راح أشوفكم شلون تتكون الزاوية وكل واحد يعطيني مثال عن الزوايا. إذا أنا جيت رسمت مستقيم وجيت ربطته بمستقيم ثاني، صارت عندي نقطة التقاء المستقيمان. هاي نقطة التقاء المستقيمان من عندها تكونت زاوية. هاي الزاوية، الزوايا أكو عدة أنواع من الزوايا، أربع أنواع الزوايا. هاي الزاوية إلها تسمية. شو أسميها هاي الزاوية؟ هاي الزاوية تكون اسمها زاوية قائمة. العفو، هذا المستقيم وهاي الزاوية، هذا المستقيم وهاي الزاوية، هاي الزاوية وهذا المستقيم. كل التقاء مستقيمان يكونون زاوية، كل مستقيمان يلتقون يكونون زاوية. زين، هاي الزاوية قلنا اسمها الزاوية القائمة. شبيه هاي الزاوية هي زاوية قياسها 90 درجة. طبعا الأداة اللي أقيس بها هاي الزاوية هي المنقلة. من خلال المنقلة أنا أقدر أقيس هاي الزاوية وأعرف أنه هي 90 درجة، وإن شاء الله على الدرس الجاي أوضح لكم شلون أنه أنا راح أقيسها بالمنقلة وأشوفكم شلون أنه تطلع عندي 90 درجة. زين، الزاوية القائمة شبيه هي زاوية قياسها 90 درجة وعند وجود زاوية قائمة في أي مثلث يدعى هذا المثلث ومثلث قائم الزاوية. الزاوية القائمة هي زاوية قياسها 90 درجة وعند وجود أي زاوية، يعني أي مثلث بزاوية قائمة نسميه مثلث قائم الزاوية. هاي أشكال أخرى من أنواع من الزوايا القائمة. إذا نجي نأخذ النوع الآخر من الزوايا، هم راح نلقي مستقيمان. إذا تلاحظون تلاميذ قبلها كان المستقيم واقف بشكل عمودي، هسه المستقيم صار مائل. من صار مائل بهاي الجهة كون زاوية جديدة. زين، قبل ما أحكي بالزاوية طبعا قلنا هذا مستقيم، طبعا هذا من يلتقون المستقيمان راح يكونون راح نقول نسميهم ضلع. فهذا مستقيم وهاي الزاوية. هاي الزاوية شنو اسمها؟ هي الزاوية الحادة. الزاوية الحادة هي الزاوية التي قياسها أكثر من الصفر درجة وأقل من 90 درجة، يعني محصورة بين الصفر وبين 90 درجة. أي زاوية محصورة تكون أقل من 90 درجة هي تكون زاوية حادة. وهاي أشكال أخرى من الزوايا الحادة، مثل ما تلاحظون هاي أشكال الزوايا الحادة. زين، إذا نجي ناخذ نوع آخر من الزوايا اللي هو ثالث زاوية عندنا، نفسها راح نجي نرسم مستقيم ونجي نرسم مستقيم ثاني. المستقيمان التقوا، من التقوا المستقيمان كونوا زاوية. إذا تلاحظون المستقيم كان بشكل عمودي قبل بالقائمة، بالحادة مائل إلى هاي. هسه فتح المستقيم بهاي الجهة فكون زاوية نسميها زاوية، طبعا هاي الزاوية هذا المستقيم وهاي الزاوية وهاي الزاوية نسميها هي الزاوية المنفرجة، وهي الزاوية التي قياسها أكبر من 90 درجة وأقل من 180 درجة. يعني الزاوية المنفرجة هي الزاوية اللي قياسها أكبر من 90 درجة وأقل من 180 درجة. هاي أشكال أخرى للزوايا المنفرجة مثل ما تلاحظون. إذا نجي نأخذ آخر نوع من الزوايا اللي هي الزاوية، أم راح
يلتقي عندنا مستقيمان، من التقوا المستقيمان كونوا زاوية، هاي الزاوية اسمها هي الزاوية المستقيمة. زاوية مستقيمة. الزاوية المستقيمة هي الزاوية التي قياسها 180 درجة. طبعا أنا أعرف أنه عندكم مجموعة من التلاميذ اللي يفتح 180، إذا تعرفون نقول يفتح 180 يعني يفتح، هي هاي الزاوية نسميها عافية. أكو تلاميذ ويانا دي يكتبون بالشات، أوكي شكرا لكم عافية بالأبطال، يعني عندكم معلومات عن هذا الموضوع زين، هذا الشيء كلش حلو ومفرح، عافية بالأبطال. هاي الزاوية قلنا نسميها الزاوية المستقيمة، وهاي الأشكال الأخرى للزاوية المستقيمة اللي قياسها 180 درجة. هاي أنواع أخرى أشكال، هاي عندنا هنا الزاوية القائمة قياسها 90 درجة، الزاوية الحادة قياسها أكبر من الصفر وأقل من 90 درجة، أما الزاوية المنفرجة قياسها أكبر من 90 وأقل من 180، والزاوية المستقيمة قياسها 180 درجة. طبعا لهنا أنا ما راح نحكي بموضوع حل التدريبات، ان شاء الله على باكر نحل التدريبات، عافيه بالابطال. ما اعرف اذا احد عنده سؤال خلي يتفضل، واذا ما حد عنده سؤال حتى ننهي الدرس مالتنا، وانا جدا اشكركم. اوكي تلاميذ، عافية بالأبطال، يعني زين عندكم معلومات عنها، شكرا شكرا لكم تلاميذ، شكرا لكم. طبعا لهنا يكون درسنا انتهى، مع السلامة.